السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد لجميع المشاركين وجميع الحضور الكرام. معكم دكتور محمد عبد الهادي إيميرجي أفريكا. بنرحب بيكم في ورشة من ورش إيميرجي أفريكا باللغة العربية. هيكون معانا الأستاذ بدر علاء خلال الورشة الحالية اللي احنا بنتكلم فيها عن تكنولوجيا جديدة ومستحدث من أهم المستحدثات في الوقت الحالي. هناخد لمحة بسيطة عن الأستاذ بدر. الأستاذ بدر هو بيشتغل مصمم تعليمي ومطور برامج تعليم إلكتروني، وكمان هو رئيس قسم المحتوى الإلكتروني بشركة نفع. حاليا هو حاصل على دبلوم في الدراسات العليا بمجال تكنولوجيا التعليم ودرجة البكالوريوس في تكنولوجيا التعليم تخصص تربية خاصة من جامعة عين شمس، وحاصل على براءة اختراع في كتاب إلكتروني يعمل بأجهزة اللمس في عام 2012. بدر من أهم يعني من أحد أهم رواد الأعمال في مجال التصميم التعليمي وتصميم برمجيات التعلم الإلكتروني. اشتغل وقدم فيديوهات كتير في بعض الدول العربية منها مصر والسعودية والكويت والإمارات وفلسطين وسوريا عبر الإنترنت. له باع كتير جدا في مؤتمرات متخصصة في تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني. إحنا منتظرين النهاردة نسمع منه حاجة كويسة. وأهلا ومرحبا بك يا بدر، لو أنت سامعني افتح المايك بتاع حضرتك. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك، كلكم سامعيني كويس تمام كده؟ انت كده هيبقى المايك معاك وجميع المشاركين. يا ريت يا جماعه لو كلكم سامعيننا بعد اذن حضراتكم، كل واحد يكتب واحد في الشات عشان يبقى كده متاكدين ان احنا سامعين الصوت. تمام. شكرا ومرحبا بك تمام. يا بدر معانا في ايمرج افريكا، ومرحبا بكم جميعا يا فندم. والمايك معاك دلوقتي. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. اولا انا سعيد بالفرصة الجميلة ديت، واتمنى ان شاء الله نتبادل الخبرات سويا في محتوى الاوجمانتد رياليتي. اشكر الاستاذ محمد على المقدمه الجميله دي، وان شاء الله نبدا على طول بشكل عملي محتوى المحاضره. ده كان فيديو تعريفي عن التقنية وشكلها عامل ازاي في المنتجات التعليمية، وان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي ننتج ورشة باستخدام الواقع المعزز. تمام. مبدئيا الواقع المعزز في طريقة العرض بتاعته هي بتعتمد على فكرة الإبهار. هنتكلم النهاردة على تعريف ومفاهيم وخصائص ومميزات الواقع الافتراضي، قصدي الواقع المعزز، آسف، الواقع المعزز. الواقع المعزز طبعا بما ان حضراتكم يعني بعد اطلاع على البروفايل بتاع حضراتكم معظمكم في مجال تكنولوجيا تعليم، فانا مش هتوغل في التعريف والمفاهيم لان عندنا حاجات اهم، وهو طريقة التطبيق، وهو يعني ما يهم حضراتكم بشكل كبير، لان انا واثق ان حضراتكم اكيد قريتوا عن الواقع المعزز ومفاهيمه وخصائصه.
هنتناول اشكال الواقع المعزز بس من الناحيه التكنيكال، وايه الفرق ما بين الهولو لينس والميكسد رياليتي والاوجمانتد رياليتي، وايه وجه الاختلافات ما بين الثلاث مسميات دول، وليه الناس بتخلط ما بينهم. وبعد كده هنشوف تطبيقات الواقع المعزز في التعليم، الفكره وطريقه تطبيقها في الواقع. تمام. طبعا التحديات برضو مش هنتكلم عنها كتير، يعني حضراتكم هيبقى فيه زي تلاقي للأفكار وهنقعد نتناقش، يعني نتناقش فيها. واستأذن حضراتكم ان المحاضرة تكون تفاعلية مش بس سمع، انا عارف ان حضراتكم عندكم معلومات، فانا حابب ان احنا نتشارك المعلومات ديت ويكون فيه تفاعل ما بيننا وما بين بعضنا. بعد كده هنستخدم اليونيتي 3D في تطبيق درس تعليمي من اول الفكره لحد ما نطبقها بشكل موبايل ابلكيشن. بشكل سريع كده، الواقع المعزز الدراسات اللي اجمعت على انه يعني هم بيلفوا حوالين محور تعريفي واحد، وهو دمج البيئه الافتراضيه في الواقع الحقيقي او في البيئه الحقيقيه. يعني بناخد حته من الواقع الافتراضي او قطعه من الواقع الافتراضي وندمجها في البيئه الحقيقيه. قد تكون الجزء الرقمي دوت اللي معالج بواسطه الكمبيوتر، قد يكون في شكل صور او وسائط او مقاطع فيديو او روابط زي ما كنا بنشوف في الكيو ار كود، وابتدى ينتشر في الكتب الخارجيه المتاحة في الأسواق المصرية. ده يعتبر جزء من الأوجمانتد رياليتي، ولكن يعني مش بنتحط تحت مسمى، ولكن هو واخد جزء منه. هي فكرة الكيو آر كود واخد جزء من الأوجمانتد رياليتي لأنه هو بينقلني في بيئة مختلفة. طبعا الحتة دي فيها إشكالية كتير في حتة اني طب ما هو كيو ار كود وبعدين بيسكان من الموبايل، نفس فكرة الاوجمانتد لما بيسكان من خلال الموبايل، بندوس على الابليكيشن ونختار الكيو ار كود فينقلني على رابط على اليوتيوب. هنا في الحالة دي هو ما بقاش اوجمانتد رياليتي، ولكن هو نقلني من فكرة الشكل التقليدي ووداني على اليوتيوب من خلال الكتاب التقليدي اللي نقلني على اليوتيوب في بيئة تانية خالص. تمام؟ دي بس الحتة اللي كنت حابب أعلق عليها. أما حتة الصور والوسائط والمقاطع زي ما شفنا في أول الفيديو، دي طريقة العرض بتاعته. جرت العادة أن يتم مقارنة الواقع المعزز بالواقع الافتراضي. زمان كان يجوز ان احنا نعمل المقارنه ديت. تمام. هو انا مش عارف الناس كده. ايوه الصوت فيه حاجه كده. سامعيني كويس يا جماعه؟ الصوت سامعيني كده كويس؟ تمام. الصوت واضح. تمام. لو مشكله فرديه هتبقى المشكله عند افراد المايك فيها مشكله عندهم. تمام. اصل انا ببقى قافل الشات، فاللي عايز يتواصل معايا يا ريت يتواصل صوتيا، لان زي ما حضراتكم شايفين انا مهتم بالبرزنتيشن يعني. تمام. انا هطلب من حضرتك دكتور استاذ بدر بعد اذن حضرتك ان هو لو هيتواصل يتواصل في الشات وانا هتابع مع حضرتك، بحيث ان حد يدخل بالصوت اكتر من فرد يعني عشان ما يعملش فيه مشكله. ماشي يا استاذ محمد. ماشي يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. نعم. جرت العادة في ان احنا بنقارن ما بين الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR. في الوقت الراهن لا، بقى فيه تقنيات نقارنها ببعضها البعض. في الواقع الافتراضي طبعا لو جينا نقارن في الواقع الافتراضي من ناحية التكنيكال، هتلاقوا التكنيكال بتاعه مختلف تماما عن AR. AR داخل في فكرة ان احنا زي شوي اكتر، وتعتبر زي وسيلة تعليمية، بس وسيلة تعليمية رقمية بتدمج داخل البيئة الحقيقية. اما في الفي ار فهو اتجه اتجاه اخر ناحية نظارة الواقع الافتراضي. دخل في حتة الانغماس، ان انا بدخل انغماس بصري سمعي او سمعي بصري، وابتدي اتجول جوه البيئة من الألف إلى الياء، هي مصممة بالكامل باستخدام الكمبيوتر.
أما بالنسبة في الواقع المعزز فهو احنا خدنا منه جزء بسيط وليكن items من الايتم الموجودة، وهو مثلا خدنا شجرة، خدنا نبات وعملنا عليه تركيز ودمجناه جوه البيئة الحقيقية. خلينا بقى ناخد الفروق الجديدة، وهو ما الفرق بين الهولو لينس والميكسد رياليتي والأوجمانتد رياليتي. حد عارف يا جماعة الفروق ما بينهم؟ محتاج تفاعل. ألو؟ طيب هقول لنا. الهولو لينس بيستخدم نظارة فيها شاشة عرض لعرض المجسمات، تمام؟ عرض المجسمات دي زي ما هنشوفها دلوقتي في أمثلة، عرض المجسمات اللي هو زي بالظبط الأوجمانتد رياليتي، يعني هنا بيستخدم شاشة عرض، أما في الواقع المعزز اللي هو الـ AR بيستخدم الموبايل كوسيط لعرض المجسمات من ناحية الديفايسز، تمام؟ الهولو لينس بتعتمد على سنسور مادي لتفسير حركة التفاعل، بمعنى إن أنا لو حركت إيدي على الشاشة بيبتدي يفهم طريقة الحركة وطريقة التفاعل. أما في الواقع المعزز لا، لازم ألمس سطح الشاشة علشان يتم التفاعل برمجيا. الهولو لينس بيستخدم المساحة الواقعية للعرض الحر، بمعنى انه مجرد ما بتلبس النظارة انت خلاص انت تحررت من فكرة المسك بالايد، انت بتتجول بشكل طبيعي جدا بدون اي قيود، بيستخدم المسح للبيئة اللي حواليك. يعني مثلا لو حضرتك او حضراتكم قاعدين في غرفة، الغرفة دي بتتمسح الكترونيا بحيث انه يوضح الابعاد ويعرف امتى بيبقى فيه حيطة وامتى بيكون فيه ارض والأماكن الفارغة، ويبتدي يحسبها علشان لما تيجي تحطوا أي items يبتدي يتعامل معها كما لو كانت في الواقع. في الواقع المعزز اللي هو باستخدام الموبايل، يعني بيستخدم مساحة محدودة من الواقع مقيدة بشرط برمجي، بمعنى أن يكون في عندي ورقة بنسميها التارجت، وده النوع اللي احنا هنشتغل عليه في نهاية الورشة، بيبقى عبارة عن تارجت بيسلط عليه كاميرا الموبايل فيطلع النموذج ثلاثي الأبعاد. الهولو لينس الإنتاج مش محتاج خبرة، لأنه هو بيعتمد على مكتبة اسمها مايكروسوفت هولو لينس، تقدر تطلع منها الكائنات البرمجية، ومايكروسوفت حطت كمية ريسورسز للموديلينج 3D بجميع أشكالها وألوانها بحيث أنها تتناسب مع العملية التعليمية. أما في الموبايل فهي بتعتمد على خبرة برمجية، خصوصا في المشروعات المعقدة اللي بتحتاج مثلا زي جيم وتفاعل، موبايل أبليكيشن بس زي مثلا لعبة البوكيمون انتشرت انتشار فظيع بحكم انها بتتتبع المساحات ومعتمدة على الجي بي اس، وفيها تقنيات مختلفة تم تجمعها مع بعض علشان تنتج هذه اللعبة. في الحالة دي الموبايل كان هو الطريق للتفاعل، تمام؟ فمحتاجة برمجة من نوع خاص. أما في الهولو لينس لا، هي النظارة بتفهم حركة إيماءات اليد، فخلاص الموضوع بقى إيه، سهل وبسيط إن أنت تقدر تعرض بس المنتجات، تمام؟ بتتفاعل معاها بمجرد يعني الحركة بأشكال مسجلة، يعني النماذج اللي موجودة هي نماذج مسجلة لها حركة معينة بتتم اختيارها من خلال النظارة، تمام؟ لكن أكتر من كده لا، بتحتاج إن أنت تبدأ تعمل أبليكيشن أو موبايل أبليكيشن عشان تبتدي تشوف شكل التفاعل أكتر، تمام؟ الهولو لينس بيعتمد على العرض فقط، يعني عبارة عن يعني استقبال بعض من الصور والنماذج ثلاثية الأبعاد وبتعرضها في مساحة العمل الواسعة، تمام؟ في الواقع المعزز انت بتحتاج تصميم متكامل من البداية
للنهايه، خصوصا في النماذج اللي بتحتاج لتفاعل. طبعا في حاجات مجانيه نقدر نستخدمها سواء كانت في الهولو لينس او ان كانت في الواقع المعزز، لكن التفاعل بيبقى على حسب المشروع وعلى حسب قوه البروجكت اللي احنا بنعمله. دي تجربه لشركه فيليبس، خلينا نشوف شكل الهولو لينس بيبقى عامل ازاي. So that's 28 million patients a year can be treated because of the work that we do here. That was the big reason I came to Philips. Image-guided therapy is modern-day surgery without the incision. We're navigating tiny instruments through the body through incisions no larger than a pencil point. We're relying solely on X-ray images or medical imagery to guide us. So that means we are always looking at a screen of data. With HoloLens, we can take it to the next level. We are a leader in image-guided therapy, and with Azurion, we created an industry-leading platform that customers really love. What's really cool about it is we've leveraged novel touchscreen technology to create a very powerful working spot for the physician. Our ultimate goal is to help doctors do procedures better, to help them innovate the procedure. With HoloLens, we can create a completely different experience, a working domain for complex procedures, physicians need to go from one screen to the other really rapidly. We can now get these screens to come in just by voice recognition, by eye tracking. This is all about efficiency. If patients are being treated and the procedure can be shortened, it's very beneficial for the patient. At Philips, we strongly believe that technology is not the goal. Technology should be the enabler. What we want is that the physician can just concentrate on the procedure and the patient, get them home faster and healthier. This partnership between Philips and Microsoft can have our users experience something completely new, something almost mind-blowing, something that they didn't think was possible, and help them improve care. That's a breakthrough. That's a complete game changer. تمام. فهنا العرض هنا في النظارة اعتمدت على ايه؟ طبعا عشان نقعد نبرمج شكل الجزئية دي من الخبرة او شكل الخبرة دي كلها، بتحتاج مننا ان احنا نكون على وعي كامل بالتكنولوجيز بتاعة الأجهزة الطبية. مايكروسوفت حلت الفكرة ديت من خلال النظارة، ان هي بتبقى عبارة عن ارسال البيانات على النظارة مباشرة، كأنها بتعمل نقل يعني كأنها شاشة عرض، فنقلنا شاشة العرض ديت وحطناها على العدسة او على النظارة دي. تمام. تركيب النظارة الهولو لينس ايه؟ بتبقى عبارة عن اربع عدسات من اليمين واليسار، ودي عبارة عن عدسة خارجية شفافة عشان تشوف الواقع الحقيقي، لكن جوه هنا دي شاشة العرض اللي بيتم فيها عرض البيانات، وبتبتدي تعرض برزنتيشن اللي جاي من خلال الأجهزة أو من خلال الكمبيوتر. طبعا هنا في سماعات مزودة بيها السماعة أو النظارة نفسها، وطبعا هنا وحدة الذاكرة والإرسال في حالة إن أنا مخزن عليها على الميموري، يعني البروجكت بتاعتي اللي أنا خدتها مثلا من النظارة، وممكن أعرضها بشكل مباشر، يعني بتبقى بشكل حر، أو من خلال توصيل النظارة بالبلوتوث على الأجهزة المختلفة زي ما حضراتكم شفتوا كده، فبيبتدي نقل أو استخدام الأجهزة الطبية بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو. طبعا بالاضافه للطوق دوت عشان يثبتها على الراس. ده شكل نموذج في العمليه التعليميه باستخدام النظاره الهولو لينس. الحركه اللي هي الصوابع دي هي حركه الايماءات، وده من المكتبه الجاهزه بتاعه مايكروسوفت. تمام. بنستدعي العناصر الكيميائيه وبيبتدي يعرضها زي ما حضراتكم شايفين، ويبقى في بطن للتفاعل بطرق مختلفة، حتى في السيليكشن، في طريقة العرض كمان. تمام.
كل الحاجات دي وراها التقنية عبارة عن بطن افتراضية، وكل بطن بيعمل أكشن في حتة معينة بإظهار النماذج ثلاثية الأبعاد، أو كانت فيديوز، أو إن كانت زي ما حضراتكم شايفين شخصيات تقدروا تتفاعلوا معاها بشكل مباشر. تمام؟ تمام. كل الحاجات دي هي بتبقى عبارة عن تجهيز مسبق قبلها، بيبقى البرنامج طبعا موجود على الاب ستور بتاع ويندوز، وهتلاقوه في ويندوز 10 تحديدا. بتكتبوا هولو لينس، او بتكتبوا هو هولو لينس، مايكروسوفت هولو لينس، بتبتدوا تنزلوا الابليكيشن على الكمبيوتر العادي، فتقدروا يفتح لكم بقى البرنامج نفسه، تقدروا تتفاعلوا مع امكانياته. طبعا الواقع المعزز ليه نوعين، نوع بيتميز اللي هو على اساس تمييز الموقع، ده اللي هو بيبقى عباره عن الجي بي اس، وفي نوع تاني اللي هو على اساس التمييز الرؤيه، واكيد حضراتكم عارفين الجزئيات دي، فلو حابين ان احنا نشرحها يا ريت تقولوا لي، تدوسوا على رقم واحد لو حابينها، او لو مش عارفين عنها حاجه يا ريت تقولوا لي علشان ابتدي اوضحها بشكل سريع. لو حابين شكل سريع، عرض بشكل سريع، يا ريت تدوسوا على رقم واحد. تمام تمام. احنا مش هنتطرق بشكل عملي، ولكن مش هنتطرق بشكل نظري اسف، ولكن هنتطرق بشكل عملي وناخد امثله. تعالوا نشوف، هرجع تاني بالبرزنتيشن. عندنا نوع الاولاني ده اللي هو تمييز الموقع. تمييز الموقع ان انا اكون في مكان ما وابتدي احدد وجهتي من خلال الواقع المعزز. تعالوا نشوف مثال على هذا النوع من اساس تمييز الموقع. Finding the fastest way to a destination inside buildings is a commonplace problem. Look at Ben. He doesn't want to waste his time asking for the right directions or searching them with street mapping, which is quite useless in this case. But with an AR-based solution at hand, he will find the route easier and faster. Ben scans the information plate, then he selects the destination and follows the route with blue arrows. Useful bonus features, such as Wi-Fi passwords, can be added as well. Eventually, Ben sees an information plate indicating the end of the route. Since his destination requires permission for access, he calls an assistant to unlock the door remotely in a matter of moments. Hello, how can I help you? Hi, my name is Ben. I'm here to attend the corporate event. Could you open me the door, please? Yes, sure, in a moment. The remote assistance feature can increase the level of your business security. Now, let's see how it works. ArcCore, an augmented reality development platform for Android OS, scans the information plate using augmented images. This helps to determine the exact location of the user in the building, and then ArcCore builds the optimal route to the destination. The same can be implemented in iOS with the help of ArcIt. That's it. Convenient indoor navigation is essential to modern airports, shopping malls, large office buildings, factories, and hospitals. It optimizes passenger flows, allows mall visitors to find the easiest routes to shops, and increases productivity of office and hospital staff. It can be easily integrated with security solutions that restrict access to specific areas. Finally, it facilitates satisfaction of end users, helping them to save their precious. Finding the fastest way to a destination. في الحالة دي احنا عرفنا ان نقدر باستخدام تمييز الموقع نحن نحدد
فكرة محددة أو مكان محدد ونبتدي نوجه فيه صاحب اليوزر أو اليوزر لاتجاه معين أو عنوان معين. الحركة دي ممكن نستفيد منها في العملية التعليمية إزاي؟ أنا محتاج إن إحنا نقعد نفكر سوا، لأن الفكرة زي ما حضراتكم شايفين هو ما كلفش نفسه حتى في طريقة الجرافيك. لو تلاحظوا إن الجرافيك كان حاجات بسيطة، عبارة عن سهم 3D وعبارة عن صورة فيها أكشن باتونز معينة، وهو هنا اللي إحنا بنركز فيه على السوليوشن. إحنا بنفكر بإزاي نحل مشكلة ما ونركز على الحل بأبسط الطرق وأسرع الطرق للموضوع ده. ممكن نستفيد منها، أنا ممكن يعني أجتهد معاكم كده وأقول لكم على فكرة نستفيد منها من خلال تمييز الموقع. فكرة إن مثلا ممكن تكون حوش المدرسة أو فناء المدرسة وفي بعض من النباتات معينة مثلا، وأنا ممكن أحط يعني عنواني كأنه يعني بدل الباب هيبقى نبات مثلا في الجنينة، وعلى الطالب أنه يتتبع المهمة المعينة دي أنه هيمشي بطريقة معينة وهيتتبع الأسهم علشان يروح يجيب معلومة عن الوردة دي أو عن النبات ده. فأظن أن دي ممكن تبقى حاجة جميلة وتتطور في المستقبل، نقدر نستخدم هذه التقنية. تمام؟ النوع الثاني على أساس تمييز الرؤية، ودي المشهورة جدا في الأبحاث بتاعتنا واللي احنا بنستخدمها بكثرة، ان احنا بنميز ان كانت صورة او يبقى فيه علامات موجودة على الواقع، مثلا زي حتة ورقة مثلا موجودة، كيو ار كود، صورة، ممكن يكون ماكت ثلاثي أبعاد فيطلع عليه بيانات، برضو دي بتبقى على أساس تمييز الرؤية. يعني مش هيتعرف على أي كائن غير لما يشوف الورقة اللي هي متبرمجة من الأساس. زي ما حضراتكم شايفين ده مثال على تطبيق في الأناتومي. ده بشكل الموبايل وده بشكل العرض الموجود على الكتب. هنا ميز الرؤية، تمام؟ وابتدى يتفاعل مع النموذج ثلاثي الأبعاد من حيث التقريب، ويخش كمان جوه العناصر بتاعته ويشوف مكونات الجهاز اللي بيتعامل معاه. طبعا هنا كمان الدمج ما بين عملية الـ VR والـ AR، فرق واضح وكبير جدا في موضوع الـ AR والـ VR، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين هنا اتحول ازاي من خلال باتون. لو تلاحظوا ان هو داس على باتونز معينة فحوله للبيئة التانية او الواجهة التانية وهي الـ VR. تمام؟ اهو ابتدى يرجعها تاني لي، اهو شايفين اللي تو باتونز دي AR book او AR label اللي هو بيبقى فيه كائن اللي هو الماكيت اللي بيبتدي يعرض عليه البيانات بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. في الحالة دي تنفع تكون معالجات تجريبية للناس اللي هي عايزة تشتغل ابحاث في مجال Augmented Reality، بيبقى برضو بشكل بسيط برضو، يعني هو دي على أساس تمييز الرؤية وعلى أساس تمييز الموقع. هو هنا اعتبر فيها حتة من تمييز للموقع. التعريف هنا كانت التارجت كان الإنسان أو الهيومن اللي واقف على ناحية اليمين وابتدى يطلع البارت بتاعته. تمام؟ طبعا الخصائص كلنا عرفناها وكلنا درسناها قبل كده، فأنا مش هتطرق ليها كتير قوي، إن هي بتوفر معلومات واضحة ودقيقة وهي سهلة وفعالة وكلنا عارفين قيمة
الواقع الافتراضي، الواقع المعزز. تطبيقات الواقع المعزز في التعليم، طب نستفيد من الواقع المعزز ده ازاي في التعليم؟ في عندنا اشهر تطبيق اللي هو الاتش بي ريفيل واوريزما، واكيد معظم الباحثين اشتغلوا على الاتش بي ريفيل واللي هو كان اوريزما سابقا، تمام. وفي عندنا تطبيق اسمه ريال لاير اب، برضو ده من ضمن الحاجات اللي ظهرت برضو نقدر نبني عليها، ودي تطبيقات مجانية تقدروا حضراتكم تستخدموها. في عندنا برضو تطبيق التشريح رباعي الأبعاد الأناتومي 4D زي اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو اللي فات، بيشرح الأطلس لجسم الإنسان وتشريحه، وتعرف تطلع كل الأعضاء بشكل دقيق وتتفاعل معها. زي ما حضراتكم شايفين ده نموذج لشكل تطبيق أناتومي 4D، بيتم فتح الأبليكيشن. طبعا ده جاهز، ده عبارة عن أطلس، حتى دي حاجات خاصة يعني الورق ده خاص بالأبليكيشن، بتقدروا تطبعوه وتبتدوا تتعرفوا على كل الجزئيات بتاعته. طبعا دي باتونز بيدوس عليها، بيبتدي زي بيشرح جسم الإنسان كل جهاز لوحده، كل أجهزة الإنسان محطوطة بطريقة معينة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الباتونز دي فكرتها انه اظهار واخفاء، يعني هو الموضوع ما فيهوش اختراع غير انه هو باتونز متركبة او لير فوق بعضها، تمام. يعني كل صورة او كل نموذج عبارة عن لير فوق بعضها، يعني واخدين كل جهاز ثلاثي ابعاد لوحده، تمام. ودي برضو من ضمن الحاجات الحديثة اللي ينفع يتعمل عليها معالجات تجريبية بأشكال مختلفة. في برضو موقع جديد أو بلاتفورم جديدة، منصة تقدروا تبنوا عليها برضو موضوعات الـ AR زي View AR. View AR ده موضوع بتشتري المنصة، في حاجات بتشتريها طبعا بفلوس زهيدة جدا، وتبتدي تعمل فيها حاجات الديكور، بيبقى مثلا ابلكيشن من اول اليو اي بتاعته، من الواجهه بتاعته لحد الانتهاء بالابلكيشن بطريقه معينه. انصحكم ان انتم تجربوه وتشوفوا تاخدوا فكره عنه عامل ازاي. ده شكل الابلكيشن اهو، الفيو ار الفيو الفيو فيو اي ار زي ما انتم شايفين، بيستخدم التقنيات المختلفه علشان يبني عليها طريقة العرض. يعني عذرا المقاطعة بدر، في سؤالين موجودين موجهين من أسامة، بيقول لك بيان التقنية اللي حضرتك شرحتها دي بتركز على إمكانيات الإبصار أكثر من الإمكانيات التحليلية، وهل هناك أمثلة على الإمكانيات التحليلية هذه التقنية؟ ثواني، انا اللي هو يعني التقنيه هذه تركز على امكانيه الابصار اكثر من الامكانيات التحليليه. الامكانيات التحليليه طالما قلنا امكانيات تحليليه، يعني هنتجه لناحيه الاي اي وهي الارتفيشال انتليجنت علشان تبتدي تفسر هذه الفكره. الاوجمانتد رياليتي في برضه حته تحليليه زي الاي ار كيت و الكيو ار كود، الكيو قصدي اللي هي الكور اي ار كور هي فايدتها ان هي تعمل زي مسح للبيئه اللي حواليك وتحللها بشكل بصري، تمام. في جسم الانسان اللي عمل الجزئيه دي هي الهولو لينس، بحيث ان هي تحلل البيئه اللي حواليك، الفراغ اللي حواليك، وتبتدي تطلع عليه الكائن او النموذج بشكل متكامل كما لو كان في ارض الواقع، تمام. كمان تقدر تحللها مش بس كده وتفككها عن بعضها وتجمعها تاني، فهي دي فكره التحليل البصري برضو، ان هو بيحلل الاماكن اللي حواليه ويبتدي يحسب المساحه اللي موجوده بشكل محدود. يعني هي مش ما نقدرش نقول عليها ذكيه، على قد ما احنا بنقدر نقول ان هي سيجما بتتفرد او شبكه بتتفرد على الارض، شبكه افتراضيه، وتبتدي تمسح
البيئة اللي حواليك بحيث ان انت تميز ما بين الحيطة والارض والجوانب المختلفة زي ما حضراتكم شايفين في يعني زي ما شفتوا في الهولو لانس، بتساعدك ان انت كأنك بتحط ديكور خاص بيك وعالم افتراضي خاص بيك، تمام؟ فهي دي برضو الفكرة التحليلية. تمام، نيجي للسؤال الثاني. يمكن استخدامها في عملية تحليل جسم الإنسان. بمعنى إيه تحليل جسم الإنسان؟ هل أنت تتعرف على أجزائه ولا تتعرف على تحليل اللي أنت مثلا تعرف ضغطه قد إيه والدم سرعة تدفق الدم قد إيه والكلام ده؟ فلو هي عملية تحليل جسم الإنسان أن أنت تشوف أجزائه، طبعا تقدر تستخدمها في عملية أن أنت تطلع النموذج أو جسم الإنسان في البيئة الواقعية اللي قدامك ويبقى كأنه بني آدم قدامك، وتبتدي تدوس على باتنز معينة بطريقة إيماءات محددة زي ما حضراتكم عارفين اللي هي لمس الإصبعين مع بعض، يبتدي يفكك جسم الإنسان وتبتدي تشوف أبعاده المختلفة. تمام، هل جاوبت على سؤالك أستاذ أسامة؟ هل في سؤال تاني؟ تمام، تمام. يعني أخذ قياسات مختلفة لجسم الإنسان في الحالة دي، الموضوع بقى ده بيخش لازم يكون دقيق جدا. فزي ما الفيديو اللي حضرتك شفته بتاع فيليبس عملت إيه؟ هي عملت زي بث مباشر للأجهزة اللي بتعمل الكلام ده زي أجهزة الدوبلر مثلا، لأنها بتحتاج قياسات دقيقة جدا عن جسم الإنسان لأنها ما فيهاش هزار، لازم تكون القيم دقيقة وتكون الحسابات دقيقة، فالأجهزة بتعمل ده. فعشان نقعد نعمله من أول وجديد ونبرمجه من أول وجديد، فطبعا الموضوع بيبقى مرهق ومكلف للغاية، واحتمالية عدم الدقة بتبقى كبيرة جدا، خصوصا انه بيبقى الـ AI او الماشين ليرنينج بتبقى في بداية الامر بتحتاج لبعض من الوقت عشان تبني خبراتها وتبتدي تحلل الداتا وتستنتج. فعشان ده ما يحصلش في المريض ويتم عملية التجريب فيه، عملية البث المباشر دي حلت جزء من المشكلة، وهي ان هو بيعمل لك عرض مباشر للجهاز الدوبلر وتبتدي تشوف القياسات وتبتدي تشوفها وتحللها على أرض الواقع، وبيبقى برضو فعالة وقوية جدا. أما بالنسبة للتعرف على أجزاء جسم الإنسان، فطبعا هو هيتعرف على جسم الإنسان مش مرتبطة بأكشن معينة من طبيب معين. يعني دايما الحاجات اللي بتبقى في جسم الإنسان بتحتاج أكشن، يعني أنا لما هاخد قياس هيترتب عليه أكشن من الدكتور إنه يبتدي يديله العلاج المناسب أو يبتدي يعمل التدخل الجراحي المناسب. تمام؟ فإمكانية التحليل أخذ القياسات، طبعا نقدر ناخد بيها قياسات الشكل السوليد زي مثلا الأرض، أقدر أقيس الأرض بتاعتي بمساحتها الدقيقة دي معاك فيها، لأنها بتعتمد على حسابات. يعني مثلا لو المربع السيجما دي بتبقى عبارة عن بيكسل، فهو بيحسبها مثلا البيكسل ده في مثلا متر في متر، هو بيحول المقياس الرسم وبيبتدي يستنتج الأبعاد اللي موجودة ويبتدي يفرد السيجمنت دي، فعلى عدد المربعات اللي موجودة في الأرض بيبتدي إيه يحسب المساحة بتاعته. بتبقى حسابات يعني شبه دقيقة، ممكن تختلف في بعض المليمترات أو بعض السنتيمترات، ولكن بتديك تقريبا الموضوع ده أو الأرض دي مساحتها كام في كام. تمام كده؟ هل تفاعل المستخدم مع الآلة محدود؟ يعني ضمن خيارات موضوعة مسبقا، يعني ايه تفاعل المستخدم مع الآلة محدود؟ هو خلينا نتفق ان لما حضرتك بتعمل تفاعل او نوع من انواع التفاعل في العملية التعليمية بالذات، لازم تبقى موضوعة مسبقا ومخطط لها، تمام؟ علشان الموضوع ما يعملش زي ايه تشتت معرفي. تمام،
لكن لو هنتكلم بشكل عام لا انت بتدي له اوبشن. يعني انت مثلا لو عملت خيار زي فكرة انه يقيس مثلا غرفة، مش هيروح يقيس غرفة بمقاس معين، ولكن هيبقى فيه فليكسبيليتي في الموضوع، انه يروح مثلا لو راح لصالة مثلا مساحتها 50 متر هيجيب لك ال 50 متر، راح في اوضه في مساحتها 3 متر في 3 متر هيجيب لك العرض بتاعها 3 متر في 3 متر. فهنا زي ما قلت لحضرتك الجزئيه في طريقه البكسل اللي بيعملها. يعني مثلا لما بتفتح الابلكيشن او الكاميرا وما تدوس على المكان او بتسكان المكان يبتدي يفرد البكسل بتاعته. فالمكان خد 5 هيقول لك المساحه بتاعتها بتساوي كذا، خد 10 هيقول لك المساحه بتاعتها بتساوي كذا. فهي الفكره في انه في الفرد طول ما في مساحه هو عمال يفرد. خلاص شاف حيطه في سنسور بيبتدي يتعامل، كل الكلام ده بيبقى محسوب برمجيا. تمام، محدود على حسب المبرمج وعلى حسب المشروع. المشروع ما نقدرش نقول محدود او غير محدود الا بناء على تخطيط. تمام، والمشكلة اللي حضرتك بتحلها. فما ينفعش أحكم على نموذج وأقول إنه هو محدود أو أنا هتعامل مع الآلة بشكل محدود. طب ما هو يمكن يعني مثلا حتة الإنغماس الكلي مثلا، ما هو كده بقى تفاعل محدود. ليه؟ لأن أنا ما عنديش الجهاز اللي يخليني أحس بالملموسات ويحس بالأكشن زي البدلة أو الجلافز مثلا. كل الكلام ده بيخليني محدود في طريقة العمل مع إنها آلة. تمام؟ وعلى حسب الإمكانيات وقوة المشروع. تمام كده؟ شكرا جزيلا ليك يا أستاذ أحمد، أستاذ أسامة. الجزء اللي بعد كده، ودي طريقة الابليكيشن أو طريقة عمل الابليكيشن من جوه. بيبتدي انت بتحط بقى كل الايتمز بتاعتك. طبعا يعني انا جايب عرض توضيحي بشكل سريع، وده طريقه النشر بتاعته وطريقه التحكم في الالوان والباتونز. اللي هي المشكله ان هي بتبقى ايه زي التمبلت جاهزه وحضرتك بتغير عليها الاشكال بتاعتها. يتيح تفاعل المتعلم أثناء أوريزما. طب معلش دكتور إيمان، ممكن بعد إذنك تقولي صوت، لأن أنا حاسس إن الكلام الإنجليش مع العربي داخل في بعضه، فأنا حابب التفاعل يا جماعة، يعني تفاعلوا معي عشان أبتدي أسمع ونتفاعل مع بعض. يعني دكتور إيمان، دكتور إيمان المايك مع حضرتك مفتوح. تمام. السؤال انا بسال، هل لما اعمل تطبيق انا اصمم باستخدام الاوريزما بيئه واقع معزز، عايزه اطبقها بقى، هل المتعلم لما يجي يطبق البيئه عنده القدره على التفاعل؟ يعني حضرتك طبعا لسه قايل ان من خصائص البيئه يكون في تفاعل، ينقل الشكل ثلاثي الابعاد، يحركه، يلفه، يرتبه، لو جبت له مثلا سكوتش يعني رتب الاشكال دي فيقدر يركبها، هل ده متاح عن طريق التطبيق ده؟ انا استخدمت التطبيق ونفذت بيه جاستر، بيعرض لي الحاجه اللي انا احطها، الصوره او الفيديو، في امكانيه للتطبيق وانا اللي مش عارفه اطبق كويس، يعني امكانيه للتفاعل قصدي. ومعلش السؤال الثاني، ايه انماط التفاعل في بيئه الواقع المعزز، الانماط اللي انا ممكن اتخذها كمتغيرات بحث يعني في رسالتي او كده يعني؟ شكرا. شكرا لكم دكتور ايمان. بالنسبه لتطبيق او بلاتفورم اوريزما، هو تطبيق محدود للغايه، هو بيعتمد على العرض أكثر من فكرة التفاعل. في برضو جزئية كانت مفتوحة زمان، كانت فيها إمكانية التفاعل، تقدروا تحطوا باتونز وتبتدوا تتحركوا عليه، بس طبعا بما إن البرنامج كان لفترة مجانا وابتدت الناس تعرفه بشكل كبير، ابتدى يقفل على نفسه جدا، لدرجة إن الباحثين اتخنقوا من طريقة التعامل. حتى كمان أوريزما اتغير اسمه بقى اتش بي ريفيل. تمام، إمكانية التفاعل فيه محدودة، بتقدري تحطي بس هيبقى وسيلة عرض ليس إلا، وطبعا الأبحاث محتاجة أشكال كتيرة من طريقة التفاعل. أما حتة التفاعل للمتعلم، فدي أنا دايما برشح إني تعتمد على فكرة تصميم تعليمي من البداية.
من الداتا اناليسز بتاعت الفئه المستخدمه انا ببتدي احلل الفئه بتاعتي واشوف هل هم فعلا عندهم قابليه للاستخدام هذا النوع من انواع التفاعل. طيب هل هم عندهم المقدره المعرفيه يعني مثلا السبيشال نيدز هل هم قادرين على فكره استخدام هل انتوا حضراتكم قادرين على استخدام هذه يعني هل الفئه المستخدمه قادره على استخدام هذا المنتج التكنولوجي بتاعك ولا لا. انماط التفاعل فيها انماط كتيره زي اللي انا عرضتها لحضرتك على الفيديوز دي انماط تفاعل تقدروا تستخدميها من حيث المتغيرات من زاويه الرؤيه من فيديو زاويه الرؤيه فكره التفاعل بالتاتش اللمس عامل ازاي في حاجات كتيره جدا تقدري تستخدميها في انماط التفاعل. تمام في سؤال تاني انا يعني معاكم في الجزئيه دي قبل ما نخش للجزء العملي احنا داخلين على جزء عملي. يا ريت لو في اي اسئله ممكن حد يرفع ايده او يقول ان هو يكتب واحد مثلا في الشات وانا هفتح له الصوت لو حد عنده سؤال من الحضور الكريم. حضور الكريم فن. اظن بدل ما فيش حد رفع ايده يبقى هو دلوقتي ننتقل لعمليه اللي احنا نبدا عمليه. الاستاذه هبه بتسال سؤال ينفع تطبيق الواقع المعزز على مناهج الكمبيوتر؟ طبعا ينفع جدا ينفع جدا بشكل كبير. مناهج الكمبيوتر بتحتاج فعلا لعملية التوجيه بشكل مباشر خصوصا في موضوع الصيانة خصوصا في موضوع الشبكات حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها في المناهج وبتطلع فعالة بشكل كبير جدا. طب والبرمجة؟ بمعنى ايه طب والبرمجة؟ هل حضرتك تقصدي ان انا اعلمه برمجة من خلال الاوجمانتد رياليتي؟ ايوه تمام نقدر نعمل ده بس بشكل محدود بشكل ان احنا ممكن نستخدم الميديا ممكن نستخدم في بعض البرمجة في بعض مناهج البرمجة بتحتاج فكرة اللي هي الايه حل المشكلات مهارات حل المشكلات احنا ممكن يتعلم مهاره حل المشكلات باستخدام الفيديوز او ان هو يبقى فيه توتوريال فيديوز على مشكله محدده وحلها برمجيا ازاي. بمعنى هقول لحضرتك مثال جه على بالي دلوقتي بمعنى ان انا مثلا ممكن يعني واحنا بنمتحن مثلا في العمليات البرمجيه بيجيب مشكله معينه ويقول لك تحلها برمجيا ازاي كأنها مسألة كلامية وعلى المستخدم أو على الطالب أنه يحل المسألة البرمجية دي بواسطة الكود. تمام؟ فيبقى التارجت بتاعي عبارة عن المسألة الكلامية اللي احنا بنتكلم عنها أو المشكلة المراد حلها. تمام؟ بمجرد ما هيحط كاميرا الموبايل على هذه المسألة أو على هذه المشكلة بتظهر حل المشكلة بالتدريج وطريقة حلها. في الحالة دي أنا عملت دمج ما بين الورقة والقلم التقليدية لأن طبعا المسألة تحت الورقة فاضية يعني المسألة الكلامية فوق والمسألة تحت فاضية لما يعمل سكان على الكاميرا أو يعمل سكان على الورقة يبتدي يظهر له الحل ويقارن الحل اللي موجود على الفيديوز اللي هو شافه بالورقة اللي موجودة على أرض الواقع فكده برضو عملنا زي عملية دمج ونفعت. تمام بالظبط تمام. الأستاذة ندى كيف يتم استخدام الواقع المعزز في تعلم اللغات الأجنبية؟ ده أمر بسيط جدا يا أستاذة ندى. بنعمل إيه؟ قد يكون عندي بالظبط ممكن نستخدم الكلاود تمام او الفيديوز او الموفيز بس في حاجه برضو نقدر نطوعها اكتر زي ايه مثلا زي فكره
الفوناتكس وطريقة الكلام اللي هو عرض صوتيات معينة. ممكن تبقى عبارة عن كروت. الكروت دي تبقى مثلا زي جيم، تمام؟ يبقى في جيم ونبتدي نعملها زي كروت ويكون جمل من خلالها، تمام؟ يعني مثلا كارت فيه مثلا CH. CH طريقة عرضها ممكن تبقى بأكتر من طريقة، فنبتدي نعملها صوتيا، يسمعها صوتيا. في فكرة كمان انه يبقى عنده باراجراف، واول ما يسكان الموبايل عليه يبتدي يطلع بعض من الكلمات ويبتدي ينور على بعض الكلمات ويهايلايت على كلمة معينة ويشرح له كما لو كان حد مدرس ماسك سن قلم ويبتدي يشرح له كل جزئية، خصوصا في الجرامر، تمام؟ حاجات كتيرة جدا نقدر نعملها في موضوع اللغات ده، واللي وينطبق على اللغة الأجنبية ينطبق على اللغة العربية. زي مثلا الكلمة ومعناها، أحيانا إحنا بنبقى بنشوف الكلمات وما بنعرفش ننطقها بشكل كويس، فكنا بنعمل إيه تقليدي لو إحنا على الكمبيوتر، بناخدها حتى ممكن ناخدها على جوجل ترانسليت ونبتدي نسمع ونشوف، هو نسمع الكلمة بلغتها المختلفة، تمام؟ كذلك إحنا ممكن نستخدم موبايل أبليكيشن للغات قائمة على هذا الموضوع، تمام؟ بالنسبة للرياضيات، أنا بعشق الرياضيات جدا. الرياضيات زي ما قلت لحضرتك المسألة بتاعت الحل المشكلات في البرمجة، إحنا نقدر نعمل حاجة جميلة جدا. بنكتب المسألة وشيت كده عادي خالص. ده أنت ممكن يعني يا دكتور سامي، ممكن تعمل دكتور سامي، صح؟ سامي ولا سامية موسى؟ سامية، دكتور سامية موسى، تمام. ممكن يا دكتور سامية تعملي ايه؟ انت ممكن تعلقي شيتات على السبورة، تمام؟ وعلى الطالب انه يفتح الموبايل ابليكيشن ويبتدي يحل المسائل ويشوف طريقة حل المسائل عاملة ازاي بطريقة التتبع. فلما يسكان المسألة، تمام؟ يبتدي يديله البرهان، والمفروض ان الطالب يحل مثلا جزئية معينة. طيب لما يحل جزئية معينة يبتدي الابليكيشن يتعرف على طريقة الحل ويقول له ان كان ده صحيح ام خطأ، تمام؟ مش كده وبس، لا، ده يقدر كمان انه يبين له خطوات حل المسألة ويقول له مثلا قانون معين ويبتدي يطبق عليه. نحن لو بنتكلم في ثانوية عامة مثلا، كذلك في الفيزيكس، كذلك في الكيمستري، نقدر نحط فيه هذا الكلام، تمام؟ طيب، الناس بقى اللي عايزة تطبق ولكن بيقف الموضوع عائق على الحتة البرمجية، نحلها ازاي؟ في تطبيق عبقري اسمه Open Space 3D. Open Space 3D هو برنامج قوي جدا، Open Source، مش هيقولك اشتري حاجة، وهيبقى البرمجة عبارة عن Drag and Drop. خدوا الاسم ده وابحثوا عنه في اليوتيوب، هتلاقوا تيتوريال كتيرة جدا 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 بتشرح طريقة عمل ابليكيشن خرافية باستخدام الاوبن سبيس 3D، ويعتبر هو منافس لليونيتي، تمام؟ بحكم الامكانيات القوية اللي بيستخدمها، تمام جدا كده؟ تمام. ده شكل العرض بتاع اوبن سبيس. Thank you.
زي ما حضراتكم شفتوا كده الأوبن سبيس برنامج عبقري جدا نقدر نستخدمه من خلال الكمبيوتر. تمام، يعني ايه بيتم تحميله على الموبايل؟ هل تقصدي حضرتك يا دكتور هبة ان انت تستخدمي البرنامج على الموبايل مثلا، يعني تبرمجي من خلال الموبايل؟ هو بيتم تحميل لا طبعا، يعني الموبايل نفسه محدود في حتة البرمجة بالذات. يعني يفضل دايما في الحكاية دي ان احنا عشان الجرافيك بيكون عالي وطريقة البرمجة تكون عالي، ان انا بصمم الاول على الكمبيوتر وبعدين ابتدي اصدر الاي بي كي عشان يشتغل على الموبايل. تمام، ولكن ما ينفعش العكس، لان طبعا البرمجة من خلال الموبايل بتبقى حاجة يعني صعبة جدا، خصوصا حاجات الاوامر اللي في التاتش بتبقى محتاج بروسيس اعلى وبروسيسور اعلى في طريقة العمل. تمام، فما ينفعش ان انا اشتغل على الموبايل مباشرة وبرمج بيه اكواد تكون فيها اكشن معينة كده. تمام، النهاردة بقى طبعا انا عندي طموح ان احنا نبدأ نشتغل على نموذج ونطلعه من البداية للنهاية، نموذج ثلاثي ابعاد مصاحب بفيديو بكتابة كود برمجي. فأنا مش عارف هل الوقت متاح دكتور محمد ان يسعنا ان احنا نعمل ده، ولا نعمله في ورشة تانية، ولا زي ما حضراتكم حابين. هو انا بس في سؤال لجميع الحضور، احنا كنا متفقين ان احنا السيشن من 4 ل 5، فمش عارف الحضور عندهم وقت ولا ما عندهمش وقت. لو عندكم وقت يا جماعة اكتبوا واحد بعد اذنكم، لو انتم مقترحين وعايزين الورشة تبقى في ورشة تانية اكتبوا اتنين. وانا اعتقد ان اتنين اكتر. دكتور بدر دلوقتي كده احنا معنا اتنين. طيب يعني هنعمل محاضرة تانية صح كده؟ ان شاء الله بالوصف ده. خلاص، يعني انا موافق ان احنا نعمل، بس ساعتها بقى احنا هنركز على الشكل البرمجي على طول، ونركز على الجهة العملية بشكل اكتر، وتحت امر حضراتكم طبعا. يعني تمام، احنا دلوقتي معانا في حدود 10 دقايق وربع ساعه، لو احنا عاوزين نسال اسئله باشمهندس بدر ناخد منه اي سؤال او استفسار سريع. لو في حد مثلا عاوز يسال سؤال يكتب له واحد في الشات وانا هفتح المايك بتاع الصوت بتاعه بحيث انها تمشي بالترتيب يا فندم. تمام يا فندم، ماشي. هنبقى معانا محمد حسن. تمام، التفاصيل العملي عشان نجهز للمره الجايه. احنا محتاجين، يعني احنا هنعمل، انا كنت مجهز درس. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام، بداية شكرا يعني على المحاضرة الشيقة ديت. هو معلومات انا كان عندي خلفية في موضوع الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، لكن استفدت منك من حضرتك يعني صراحة كتير جدا يعني. الله يكرمك. هو بس مش سؤال، هو بس يعني جزئية تعقيب او ممكن تكون اضافة يعني بسيطة يعني. تفضل يا فندم. تفضل. الله يكرمك. بالنسبة للواقع المعزز، احنا ده تجربتي انا الشخصية، انا معلم رياضيات وسفير الكود ويك، اليوروبيان كود ويك.
بشتغل على الميرج كيوب، اداه الميرج كيوب، ودي خاصه بي يعني هي تابعه مايكروسوفت، و يعني بنعمل بيها بعض الابلكيشن وبعض التطبيقات والشغل الدروس العمليه يعني. حلو جدا، تمام. في الرياضيات وفي الدراسات الاجتماعيه والعلوم وحتى اللغه العربيه، يعني بنقدر ان احنا نشتغل وبنحنا نعمل تطبيقات ليها. لكن الرياضيات وشغل اللغه العربيه والحاجات دي كلها هي حاليا بتكون غير 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 متاحه شويه، لانه لما بداوا يعملوا في الموضوع ده كانوا عاملينه كله بتطبيقات باللغه الانجليزيه، وما شاء الله عندهم مكتبه كبيره جدا بالنسبه للتطبيقات اللي هي الخاصه بالعلوم والدراسات الاجتماعيه. الجزئيه بتاعتي لما كنت انا عقبت في لما كنت كتبت في الشات انه ممكن استخدامها في تحليل جسم الانسان، عندنا في اداه اسمها الفيرتشوال رياليتي او الفيرتشواليتي، فيرتشواليتي اللي هي تيشيرت الواقع الافتراضي يعني او الواقع المدمج. تمام. دي بتكون عباره عن انه الطالب يعني بحس انها تضفي لمسه من الواقعيه شويه. تيشيرت كنا طالب من امن الطلبه بيلبسه، وعن طريق سكان بالابلكيشن بتاع الموبايل بيبدا يظهر لي اجهزه جسم الانسان. طبعا هو مش بيظهر لي الحياه الحقيقيه بتاعت الطفل نفسه او الطالب نفسه، لكن هي بتديني اجهزه الجسم بتاعه وتركيبها. لما كنت قصدت كلمه تحليل ان انا عندي مثلا الجهاز الهضمي بيتكون من اكتر من عضو، ببدا انا اختار العضو اللي انا عايزه، بيديني الشكل العام ليه ازاي بيشتغل، مثال لي او فيديو ملخص يعني سريع لي كده. انا اوضح لحضرتك بس لحظه. تمام. كده ما بقاش عمليه تحليل، انا فهمت التحليل من وجهه الارتفيشال انتليجنت. تمام. لكن اللي حضرتك بتحكيه ده لا، هو طريقه، هو طريقه عرض ليس الا، ودي تقدر تعملها على اكتر من حاجه. يعني انا ممكن اديك افكار بالكتير قوي، ابسطها مثلا على سبيل المثال، انت ممكن تلبس تيشيرت تمام وتلبسه لطفل مثلا، ويبقى على الطفل ده او على التيشيرت ده في تارجت او في صوره محطوطه او مطبوعه على التيشيرت، ومجرد لما اعمل سكان على هذا التيشيرت يطلع لي نموذج جسم الانسان ويتحرك مع الانسان كما لو كان هو عضو الاساسي. تمام. ففي عناصر ابهار كتيره جدا، واللي حضرتك قلته واللي انا قلته ما فيهوش اي اختلاف في طريقه العرض. تمام. بس هو ده كان كل الحكايه. فكره التحليل، يمكن التحليل حضرتك يمكن عشان بتستخدم التقنيه، فهي فكره كلمه تحليل هي مرتبطه باستنتاج النتائج. انا تمام. بشوف النتائج وافسرها. تمام. فده ما بيخش فيه حته الارتفيشال انتليجنت او الذكاء الاصطناعي، لانه في عنده داتا بيحللها بصريا ويبتدي يحولها فتطلع عليه، بتطلع مشكلات او تطلع تحليل لداتا معين. تمام. في الحاله دي في جسم الانسان لا، احنا الموضوع محتاج انه يبقى في عمليه زي بث برمجي او بث لجهاز دقيق بيقوم بعمليه القياسات، لان حضرتك ذكرت فكره القياسات. تمام. القياسات دي يعني انا ما اقدرش اقيس على انسان، ده احنا بيبقى جهاز الضغط رقمي وبيقيس بيه جسم الانسان، بنشك فيه ان كان الجهاز بايظ ولا لا. متخيل شكل حجم المشكله عامله ازاي؟ كذلك الاجهزه اللي بتبقى في العمليات لازم تبقى دقيقه جدا، لانه بيترتب عليه اكشن معين. خلاص. شكرا ليك استاذنا الفاضل على هذه المداخله الجميله. تمام. استاذه ندى بعد اذنك دكتور بدر. تمام يا فندم. في الاول كان الطلبه بتسال سؤال. ايوه يا فندم. معاها حالا دلوقتي. اتفضلي. ايوه يا فندم، مع حضرتك. السلام عليكم استاذ بدر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا طبعا سعيده بحضوري الورشه هنا، وكنت اتمنى ان احنا ناخد الانتاج الورشه ازاي يعني. تمام.
بس عشان بس وقت الجميع، انا كنت عايز اسال الهولو لينس مش يعتبر جزء من الاوجمانتد رياليتي او الاي ار، يعني اداه من ادوات، لان هو برضو بينتج وسائط متعدده. تمام، هو يعتبر من ضمن التقنيات الاوجمانتد رياليتي، ولكن في ما بينهم فروق في طريقه الانتاج. تمام، فانا لما اجي بعمل، انا كلامي في الحته دي ان انا لما اجي اقارن ما بين حاجة وحاجة لازم يكونوا من نفس الجنس أو من نفس النوع علشان تبتدي نشوف الفروق والمقارنة ما بينهم. Augmented Reality، Augmented Reality اسمه الواقع المعزز، والهولو لينس من ترجمتها كده اللي هو عدسة الفراغ. تمام، عدسة الفراغ إن هي بتجيب المساحة اللي قدامي وتبتدي تستنتج الأبعاد وتبتدي تحس بالحاجات البعيدة والحاجات القريبة. حتى زي هقول لحضرتك على أبسط مثال، في الهولو لينس أنا لو جيت حطيت نظارة، تمام، لبست النظارة وحطيت فيديو على الحيطة، علقته كأنه شاشة LCD، تمام؟ تمام. السنسور هنا بيعمل إيه؟ كل ما بعدت كل ما الصوت بتاع الفيديو قل تدريجيا. واخد بال حضرتك شفت الدقة في البرمجة عاملة إزاي؟ تمام؟ تمام. ولو قربت الصوت بيعلى، كأني بالظبط لو في الواقع الحقيقي لو أنا قريب من التلفزيون الصوت بيبقى عامل إزاي؟ ولو أنا بعيد عنه بيبقى عامل إزاي؟ في الأوجمانتد رياليتي الموضوع مش كده. تمام؟ أنا والهولو لينس بيتعمل باي ديفولت، يعني دي حتة باي ديفولت، تمام؟ لكن لو أنا هعملها في الأوجمانتد رياليتي باستخدام الموبايل، لا الموضوع مختلف. بعت زي اللي قربت، طول ما هو شايف التارجت هو حاطط لك النموذج بتاعك او حاطط الفيديو بتاعك. واخده بال حضرتك في النقطه دي؟ تمام. بس دي مش حاجات انا ممكن ازودها في البرمجه لو انا عايز اعمل ده في الاي ار. بالظبط، تقدري تزوديها، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ في نقطه ان ده اسمه هولو لينس وده اسمه اوجمانتد رياليتي والفروق ما بينهم، لكن هم كلهم بيعملوا طريقه الايه الاوجمانتد رياليتي، يعني هم كلهم واقع معزز او واقع المخلوط او الميكسد رياليتي، كلهم تحت مسمى واحد ولكن في فروق تقنيه ما بينهم، وهو ده الفرق اللي انا كنت بوضحه لحضراتكم. شكرا. تمام، شكرا. تمام، هل كده تمام الفكره وصلت لحضرتك؟ هو في فروق تقنيه ولكن هم نقدر نقول عليهم كلهم اوجمانتد رياليتي، بس الفكره في طريقه الانتاج مختلفه وطريقة العرض برضو مختلفة، فلازم تدي كل حاجة في مسمياتها. تمام، شكرا. شكرا دكتور بدر، شكرا للمهندس بدر، شكرا لكل الحضور الكرام. لو انتم بجد عايزين ورشة جديدة ان شاء الله، يا ريت بعد اذن حضراتكم جميعا في ايفالويشن موجود خاص بينا، ده بيساعدنا جدا في ان احنا نتابع كل اللي مطلوب منا وبنساعد تقييم الورشة اللي احنا عملناها. فياريت بعد اذن حضراتكم يا ريت ندخل عليه، مش هياخد اكتر من 5 دقائق، عشان ان شاء الله هنجهز الورشه الجديده. هتفق مع الدكتور بدر باذن الله نحدد الموعد المناسب ونبتدي نشتغل عليها في اقرب وقت ان شاء الله، وهنتم الاعلان عن كل المتطلبات قبلها. ولو في اي اسئله ثانيه ارجو ان يكون كل العمليه واضحه بالنسبه لكم، وبوجه شكر ليك وبوجه شكر لبدر. بدر لو في حاجه عاوز تقولها اتفضل. هو انا كنت اوضح بس لحضراتكم ان شاء الله لو هيبقى في ورشه تانية هرفع الماتيريال اللي هنطبق عليها ومتطلبات التطبيق، وان شاء الله هكون معاكم كل واحد على جهازه وابتدي اتحكم في طريقه العرض وابتدي اشوف كل واحد بيشتغل ازاي بامر الله ان احنا نطبق هذا النموذج. تمام. جهتنا كإميرتي افريكا هنبقى عاملينها على الجروب بتاعنا اللي على الفيسبوك اللي انا نشرته فوق. يعني تمام، انا هنراعي توقيتات الصلاه والله، ان يعني احنا بنحاول نحافظ ان احنا يوم الجمعه واخدين يوم اجازه، وتوقيتات الصلاه بنحاول نبقى موجودين بعيد عن صلاه العصر وصلاه المغرب، فمعلش هو 10 دقايق فرق اللي حصل على عبد الرحمن. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. والماتيريال اللي هترفعها يا بدر هترفعها ان شاء الله على الجروب بتاع الفيسبوك بتاع ايميرج افريكا، ولو في اي حاجه يا ريت تبعتوها على الايفالويشن فورم واحنا تحت امركم. شكرا لبدر، شكرا لجميع الحضور. شكرا جزيلا لكم يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.